الخير عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم برنامج شبان بلادي عبر قنوات التلفزيون الجزائري بيان سور. اليوم وكل عاده ثلث شبان اربعه نقولوا اربعه شبان غيكونوا حاضرين معنا في هذه العشيه. كل واحد نجح في الاختصاص ديالو، كل واحد نجح في الدومين ديالو وفي التخصص تاعو. بلا ما نطول عليكم عطونا تحيه كبيره للجمهور اللي حاضر معنا ونروحوا نتابعوا مباشره الصور ونتعرفوا على ضيفنا النهار اليوم ولي جون اللي محضرين معنا في شبان بلادي. حابة ندير حاجة في الغناء. كان واحد كان يبعث لي بزاف كتابات ومن بعد بداو يلحقوا دي سي دي، بعد واحد لحق شيكولا 99 كمان ما 99 تحصلت على ساعة بزلت عندي الضبط تحصلت علي نكتب نكتب لي بارول باسكو لي رابور ديجا ما تلعبلوش في لي بارول. حينما نكتب من اجل مبدا واحد هو انه نزرع الامل، نزرع التفاؤل. مسار تاريخي مميز بصمت من خلاله الإذاعة الجزائرية على حضور قوي، طبع المشهد السمعي في الصحافة الوطنية، وعلى مدار سنوات طويلة امتدت من الإذاعة السرية مرورا بإذاعة صوت الجزائر رسم تاريخ الإذاعة الحافل ليصل المشعل إلى القنوات الإذاعية الحالية باختلاف توجهاتها نوعا وكما. أنا ملتهم يا بلادي فيك الموت سمعها قوية وفيها الصوت بكس الجال زورونا اليوم. أنا ملتهم يا بلادي فيك الموت سمعها قوية وفيها الصوت بكس الجال زورونا اليوم. أنا ملتهم يا بلادي فيك الموت سمعها قوية وفيها الصوت بكس الجال زورونا خلونا اليوم. أنا سهران جينا اليوم يا بزاير فيك نموت قلبي ليك ديما مفتوح وانا يا ليك ديما بالروح نعمر صوت ما خليش البيت حتى عرف قلبي حبيب بلادي محل فيك نسمع عودي جدادي يصير نفرح حبي ليك جوري زيد بلاد وردة في البلدان قانون بكرة وفيار كما قالوا غشدنا الأحرار زاير كلش فيكي فيت عمي اول يوم شديد بلادي شابة ونعرف كيفاش نسير نخدم في جالك بلا ما نحير من اليوم. انا معلمهم يا بلادي فيك الموت سمعها قوية وفيها الصوت بكس الجالي من اليوم. انا معلمهم يا بلادي فيك الموت سمعها قوية وفيها الصوت بكس الجالي من اليوم. أنا مقلبكم يا بلادي فيك نموت اسمح قوية وفيها الصوت دي تصل قالي زون خلونا اليوم. أنا مقلبكم يا بلادي فيك نموت اسمح قوية وفيها الصوت دي تصل قالي زون جو مارشي سون دلاغي عجير يا دينو طايف بالي الحمد لله عايشين يا رب العالي هادي تير تجرب يا في حالي معك ولادك رانا وقفين كلمة وحدة معك متفقين الحمد لله رانا مهنية قلبي ليك وهنا يا حضري عجري بلادي محال نخلي نجد بروحي وقلبي ديما فيك هذا من واجبي بلادي ما زنزيك خلونا اليوم. أنا معلمهم يا بلادي فيك الموت سمعها قوية وفيها الصوت بكس الجالي زورونا اليوم. أنا معلمهم يا بلادي فيك الموت سمعها قوية وفيها الصوت بكس الجالي زورونا خلونا اليوم. أنا معلمهم يا بلادي فيك الموت سمعها قوية وفيها الصوت بكس الجالي زورونا Algeria.
يعطيك صحة رامي فيير هو اللي كان حاضر معنا ومازال وحاضر معنا في هذه العشية. تحية لكم انتم مشاهدينا الكرام اللي تحقتوا بنا عبر قنوات التلفزيون الجزائرية. راكم في عدد جديد من شبان بلادي مع ضيوفنا اللي تعرفتوا عليهم واللي نرحبوا بهم دار جديد. عطونا تحية كبيرة لميا ايت بن سعود. لميا على سلامتك. بخير واش راكي؟ صافا لاباس؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. لميا ايت بن سعود مشاهدينا الكرام باش نذكركم هي زميلتنا بإذاعة البهجة، منشطة إذاعية وتلفزيونية تانيت، كنت تعرفت عليها في عدد من البرامج الإذاعية تانيت وأيضا عبر قنوات التلفزيون الجزائري. صباح لميا. لاباس الحمد لله. شكرا شكرا على الدعوة ديالكم. مرحبا بك. سي ان بليزيور نكون معكم مع الببليك بي مع لي جون تاعنا اللي كل واحد نلقاوه في الدومين تاعو. سي ان بليزيور. يعطيك الصحة. مرحبا بك لميا. فوالا انا جايين ليه جديد هذا؟ انا جايين ليه هذا الدار هذا ماشي جديد. ماشي علاش انا تعرفي والو على ذلك؟ هذه هي تعرفي والو قلك. هي عطونا تحيه كبيره ايضا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف من نادي المجمع الرياضي البترولي للدرجة الهوائية وصاحب القميص الأصفر في طواف الجزائر للدرجة الهوائية الأخير اللي كان في مدينة بسكرة وما جاورها من مدن. أيضا عبد الله مرحبا بك. واش راك؟ السلام عليكم. صافا لاباس؟ شكرك على الدعوة. مرحبا خويا. وراي الفيلو يا خويا الفيلو. وراي الفيلو. ماكاش اللي تسع. ماكاش كاين اللي تسع. حبوا الطريق طويله. مرحبا بك عبد الله. راه حاضر معنا ايضا في هذه الامسيه واحد من ليجان ايضا اللي كانوا برزوا ولكن في واحد من الميادين نقدر نقولوا صعيبه بزاف ولا عندها الخصوصيه ديالها في عمره 22 سنه فقط. راه حاضر معنا في هذه الامسيه انيس بن طيب من مدينه تيزي وزو. انيس السلامه. اسمح لي وشكرا على الدعوه وتحيه للجمهور وتحيه للضيوف وان شاء الله نفوتوا يعني الساعه تكون يعني مليحه. هزول مرحبا بك. هزول فلان. انيس بن طيب مشاهدينا الكرام نذكركم باللي هو كاتب شاب اللي عنده عده اصدارات ابرز الاصدار اللي كان في سنه 2012 اول اصدار له حنا غادي نتكلموا عليه باكثر تفاصيل في هذه العشيه في شبان بلادي معنا بيان سور مول الدار بلال غزال. بلال عسلامه مرحبا بك. السلام بلال. السلام عليكم يوسف. السلام عليكم المشاهدين الكرام وبيبليك تاعنا ولي زانفيتي تاعنا نقول لهم مرحبا بكم. بيتيتشي اليوم راك حطه شعرك صار عليك شعرك. شعري ناتيغ انا شي قلت انا كيراتين ولا شو ناتيغ. مرحبا بكم. دونك كامل لكم حاضرين معنا. لميا سعداء جدا بلقائك اليوم. نذكروا بلي زميلتنا لميا ايت مسعود اللي عرفتوها كامل عبر اذاعه البهجه ومازالكم تتبعوا برامجها ايضا عبر اذاعه البهجه. كان عندها ايضا بعض الاعمال التلفزيونيه كانت تانيت هي عندها حصه موجهه للشباب لي جون ومن هذا البرنامج كنا اكتشفنا عده اسماء تانيت اللي سواء في ميدان الموسيقى ولا في عده ميادين واحده اخرى. نقدروا نقولوا بلي لو كونتاكت مع لي جون دائما دو بريفيرونس يكون ان جون باش يعرف كيفاش يتكلم معاهم وباش يعرف كيفاش يقدمهم للجمهور. صح يكون ان جون باش يعرف يقدمهم للجمهور. وثانيت احنا عندنا لي جون تاعنا كاين اللي يحبوا كيما بزاف لو دومين تاع في الفن في الموسيقى باش يجوزوا في لا راديو ولا يجوزوا في التلفزيون. حاجه واعره عندي اون سو مومون كاينه وحده تعرفت على وحده في عمرها 16 سنه تهضر عربيه فرونسي انجلي واسبانيول. الوغ 16 سنه تعلمت ديجا 4 لونغ وتحب تغني كي تكون مع خوها يلعب جيتار تقعد معاه تغني بصح باش تجوز معايا في لا راديو عندها لو تراك تخاف ماشي غير لو تراك سي كو بوغ ما تقدرش ما تقدرش تجوز تقول باللي نغني لروحي بصح راني حابه ندير حاجه في الغناء. الوغ نقول باللي لازم حنا نقدروا نعرفوا كيفاش نجيبوهم ثاني لينا كيفاش نلقاو لهم طريق ثاني باش يجيو وكيفاش نحطوهم الاز ثاني باش يجيو ويقدموا واش عندهم. عندنا ثاني عبد الله بن يوسف حاضر معنا في هذه الامسيه. عبد الله بن يوسف 29 سنه ويخدم في 30 سنه ان شاء الله. نذكروا باللي هو صاحب القميص الاصفر في طواف الجزائر الدولي الاخير للدراجات الهوائيه. مسيره كانت بدات من 98 وانت مع الدراجات الهوائيه في البليده من بعد المجمع الرياضي البترولي. عبد الله الدراجات الهوائيه 1998 نقدر نقولوا باللي بالك ان جون تحكموا في 98 تقول روح دير الدراجة الهوائيه تنجح بها ما يامنكش يقول لك صعيبه بزاف ولا ما كاش منها باسكو اليبوك الدراجات الهوائيه في الجزائر ما كانتش يعني عندها نجاح كبير. صح انا واحد كون تعاود تردني ل 98 ما نامنش واش وصل اللي وصلت ليه دوك الحمد لله. انا 98 كنا بينجام 21 واحد يعني كملت منهم غير انايا تقدر تقول غير انا اللي قدرت نكمل قدرت تنجح منهم وتكمل المسيره ديالك. وعلاش الدراجات الهوائيه عبد الله؟ وعلاش السيكليزم؟ كل واحد كي تكون صغير لما تمشي كش رياضه
تكون صغير تكون ماكش عارف غير تملى الوقت تاعك. تحبك تعمل البيت. تحب بعد الوقت وبعد كما سقطوا نجاحات والفوز يولي لك حب للرياضة هذيك. ومع الوقت وتو لي كاليتي تاعك واسمه والظروف تاعك فانيك خاش ما ننساوش باللي سباق الدراجات رياضات دراجات تستقام تستقام بزاف فيها يكون فيها لي فري بزاف فيها لي فري بزاف اي كلش غالي كلش حنا ما عندناش في الجزائر ما عندناش زيلوات ماشي غالي زيلوات الحراش تشري زيلو نار نعم الحراش تشري فيلو تاع فيلو تاع الحراش الفيلو هذا تاعو فيلو فيلو سبيسيال اه صح تدخل روحك هكاك هكذا بيتي تدخل روحك في الغاشي نهضروا مع السيد بهدلت لها كاع معليش هاي راه سيد رصيد اه هي خلاص عبد الله النقطة المهمة تحكيت عليها هي كيكون كاين النجاح يخليك تحب هذيك الرياضة انت بديت في 98 كنت صغير كما قلت النجاح الأول اللي خلى عبد الله يقول لك سي بون انا يريح في السيكليزم انا من قبل ما ندخل السيكليزم كنت نحب الرياضه بصفه عامه هو مع عائله تاعي كاع رياضيين مي ما عنديش حتى واحد بالعائله تاعي يدير سباق الدراجات انا وحدي رحت ملت ليها ومن بعد غير بديت نفوز باول سباق تاعي غير فزت باول سباق واش من عام كان اول سباق وين مانيش فاهم في حجوت في حجوت في تيبازا 1999 كما ما تاوتين تحصلت على ساعة بزلت عندي الضبط كيف فاز أول مرة غير داق هذيك الحلاوة غير داق الحلاوة حبسيب وحب يكمل فيها وهذيك هي نقطة النجاح 99 لم يأيت مسعود كنا بسيم كانت كتكوتها كنا بسيم 99 يعني من تما بدات القصة ديالك كاين واحد النقطة مهمة بزاف في المسار الرياضي ديالك هي الاحتراف في الخارج حنا عاودوا نوليو باش نحكيو عليها مي قبل نروحوا عند أنيس بن طيب لو حضر معنا ثاني 22 سنة مشاهدينا الكرام 2012 أول إصدار عنده عدة إصدارات عدة كتب راهي حاضرة ومازالو ثاني تيكمل في القراية ديالو دونك نقدروا نقولوا من بين النماذج لاميا من بين النماذج تاع لي جون اللي راهم ناجحين انا كنت قصرت مع انيس في الكوليس قال لي بلي بكري بون بكري باسكو مازالو صغير ماشي بكري يا ماد مقبل برك ولا شهور مقبل باش مليحه كيبداو صغار ما يقولوش بكري ما يقولوش بكري باسكو ما عندوش بكري سي فري قال لي بلي ما كانوش كاين لي موين قال لك في الفيلاج تاعنا كنا نسكنوا في تيزي وزو قال لك سان فيلاج بعيد ما فيهش بيبيوتيك مي رغم كامل هاد الصعوبات انيس عنده حاجه مليحه اللي حنا ما عندناش انسبيراسيون اللي تجيه وين راه الالهام جاه بالك في المكان اللي كنت بالك هذيك الحاجه اللي خلاته يكتب اول شيء حول يعني بدايه المسيره اولا يحيى مسار الكتاب والادب سي فري تو دو لا جينيراسيون تاعنا ولا 2017 يعني الكتاب ماهوش يعني ماهوش يعني اكثر تكنولوجي بزاف انا مثلا يقول انيس استو تي نورمال يعني 2017 مازال تكتب ولا كاين ناس اللي عندهم تلك الفكره اول شيء يقول لك ان الكتابه يعني لازم غير واحد كبير في العمر ولا عنده تجارب ولا يعني لازم حتى توصل 40 سنه ولا 50 سنه باه تكتب وفكره ثانيه هو يقول لك ان 2017 مع العولمه مع التكنولوجيا ولا ريزو سوسيو يعني الناس ماهمش يقراو الناس ماهمش واسمو يطالعوا انا فنت هذا الراي بحكم انه 2012 لما بدات مسيرتي كان كتاب وهو يعني كتاب تاريخي ماشي كتاب مقتطفات من تاريخ بلاد الامازيغ هذا هو التيتخ الاول تاع مقتطفات من تاريخ بلاد الامازيغ هو كتاب اللي كان محتواه هو تاريخ منطقه الامازيغ وشمال افريقيا الثقافه الامازيغيه تاريخ خيارك صعيب بزاف يعني باش تبدا بكتاب تاريخي سي با فاسيل شتو لاج دو 2012 يعني كان في عمري 17 سنه كنت يعني تحصلت على لو بيام تاعي الفكره هو انك يعني كانت فكره ان حبيت نخلي كما يقول كان سوفونير في السويم تاعي اللي كنت نقرا فيه اكتماليه احمد شافعي في مكوده خليت الكتاب ويعني كان مشروع حبيت تخلي بصمه ديالو ومن بعد الميمو هذا يعني تقراه استاذ تاعي تاع التاريخ والطاقم الاداري تاع المتوسطه واسمو شجوني قلت على ما نطبعوش من النسخ نزعوهم على الابتدائيات على المتوسطه اول يعني تما بدات يعني بدا المسار وبهذا 2017 الحمد لله يا ربي يعني عندي الكتاب تاعي الخامس اللي خرج يعني في مارس 2017 بيتيتي انت تقرا شويه كتابات ولا غير الهضره برك يا ديسكو درك هادشي تخشيني وليدي والله غير ما نتداش على ذلك والله غير نيدن شتو عطينا تسيق عليها انت تقرا كتابات ولا دايره غير جورنال ودور والله نقرا
تقرا كتابة؟ نقرا غير تاع العشق هكا تعرس. دونك نعاود نوليو عند زميلتنا لميا ايت مسعود. لميا، من خلال ليزيميسيون تاعك في اذاعه البهجه والبرامج تاعك تاني في اذاعه البهجه، شفنا بزاف لي جون اللي كانوا جازوا معك كما قلنا من قبل وكما كنا حكينا من قبل. شفنا تاني دي جروب تاع موسيقى اللي كانوا جازوا معك، كاين دي جروب اللي كانوا داروا البدايه تاعهم مع لميا ايت مسعود. واش يعني لك هذا الشيء كي تشوف دي جروب بداوا معك ودوكا راهم واصلين بالك الشهره وطنيه كبيره كما لو جروب الداي مثلا؟ كما لو جروب الداي ما بداوش عندي، كانوا جازوا من لي ديبي تاعهم. لي ديبي تاعهم اول تسجيل ليهم كان شفيت انا جزائري. انا جزائري جازوا على المباشر واش درنا مونتاج وديتو لهم كنا انا جزائري نو قاعدين نجوزوها حنا في الراديو في الاذاعه. بعد الناس قاع يسقسيو شكون من بعد موراها قبيها اللي قدروا راحوا سجلوا في استوديو ونداروا ان انجستريمون مليح. بعد داروا لو كليب انا جزائري. كانت يعني البدايه تاع الفرقه، يعني كي نشوفهم كيفاش راهم دوكا دايرين دوزيام البوم وراهم عندهم لي بروجي تاعهم وقعدوا في لو ستيل تاعهم الشعبي وشهاده نقولوها ثاني، قعدوا في البساطه تاعهم. نعم تاعك الجروب نعم صح، نقطة مهمة بزاف للفنان خاصة في 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 الشخصية تاعو كي يقعد في البساطة تاعو ما يتغيرش يعني. ما يتغيرش ما يتغيرش. وكي نعاود نشوفهم نفرح كي نشوفهم هكذا داروا، كي نشوفهم داروا حفلات في عدة بلدان وهنا ما في حسي روحك كبير على 100. هادو جازوا معايا بكري. كبار عليا اسمع. كبار عليا. دونك مادام حكيتي على لو كليب على لا شونسون انا جزائري، لا شونسون كما قالت زميلتنا لميا ايت مسعود، التسجيل الاول تاع اغنيه انا جزائري كان معها في اذاعه البهجه ومن خلال البرنامج ديالها اللي هو هنا خير من خير من هي. فوالا هذا هو البرنامج اللي كانت تقدمه مازالت تقدمه داير زميلتنا لميا ايت مسعود. حكينا على انا جزائري على لا شونسون، نروح نشوفوا لو كليب تاع انا جزائري مع جروب الداي ونعاود نوليو.
انا جزائري. لو كليب كنا تبعناه مع لو غروب داي، وكنا حكينا على المرور الاول تاع انا جزائري مع زميلتنا لمياء ايت مسعود. ما نقولوش المرور الاول، نقولوا الباساج الاول تاع هاد لا شونسون اللي كان معاك في ميسيون تاع هنا خير من هنا. خير من هنا فوالا. سانسيرمون لمياء، لو كان نحكي دوك على على نوفيل سان، لا نوفيل سان، على لي جون هادوما اللي راهم يغنيو في الموسيقى الجزائريه، اللي نقدروا نقولوا بلي كرياو ستيل تاعهم كيما جروب داي، كيما جروب فريكران، كيما بابيلون، كيما كاميليون تانيت اللي كانوا عندهم مرور معاك انت يا تانيت. كان كاميليون كانت اول فرقه اللي بها اللي بدات لا فاغ هذه. هما اللي فتحوا الباب لهاد لافاك. دي جون يلعبوا موسيقى نقيه وكلمات نقيه تانيت. كاين كلمات نقيه، ونلقاو كيما كاميليون نلقاو طابع هكا تاع تاع راي، نلقاو شويه راي شويه لا ميوزيك مودرن اللي نحبوها، مي راي بروبر وبكلام كلام نقي، كلام اللي كامل نقدروا نلقاو روحتينا فيهم. كل واحد سمع يسمع اغنيه كيسمعوا لالا ميرا تاع فريكلان، نحوسوا شكون هذه لالا ميرا، كل واحد يقعد يحوس على لالا ميرا. ميم لو تيكست ثاني مخدوم مليح، مخدوم مليح. كيسمعوا ماريا تاع داي وما تشوفيش بلي كاين ثاني مسؤوليه كبيره، كاين ريسبونسابيلتي كبيره بالنسبه للمنشط الاذاعي ثاني، باش هو يخير الموسيقى اللي تجوز واللي يسمعها ايضا للناس، باسكو مسؤوليه كبيره. ما يدير في باله بلي كاين عائلات يسمعوا فيه، كما هو ثاني واش يقدم، مش الحاجه اللي تسمح له يقدر يقدمها للمستمع ولا للمشاهد، لانه اوني اون فامي ما نقدروش نجوزو نيمبورط كوا، لانك لازم لو نيفو ثاني، لازم لو نيفو، لازم الاغنيه تكون تستاهل تجوز في الاذاعه ولا في التلفزيون باش نجوزوها. وماشي غير ماشي غير في الكلام، من في الموسيقى، من في الموسيقى ميوزيكالمون لازم يكون على النيفو، ما نجوزوش برك هكا ولا بواتا ريتم ودور برك هكذا باش يتحسن المستوى. عندنا كلش، عندنا معهد وين يقراوا موسيقى، عندنا كلش، وعلاش ما نعاونوش هاد لي جون، وعلاش ما نفتح لهمش. برافو، يعطيك صحة، يعطيك صحة لمية، نقطة مهمة هذه كنا حكينا عليها. أنا حبيت نعاود نولي عند الضيف ديالنا عبد الله بن يوسف فيما يخص الرياضة وفيما يخص ثاني رياضة الدراجات الهوائية بالخصوص. كنا حكينا على البداية ديالك، البداية اللي كانت صعيبة في سنة 1998 باش يتواصل المسار الى غايه يومنا هذا. ما حبيتش نحكي على التجربه هنا الوطنيه مع المجمع البترولي، ولا حبيت نركز على التجربه اللي كانت مع فريق في جنوب افريقيا، تجربه احترافيه مشاهدينا الكرام كانت في سنه 2007 في جنوب افريقيا، تقريبا موسم كامل. 2007 تنتقل جنوب افريقيا، مسافه بعيده بزاف، بعيده على الدار. ان جون اللي كان في عمره اليبوك شحال كان في عمرك؟ 24 23 كانوا عندي 19 سنة تنتقل لجنوب افريقيا. اسكو التحدي الرياضي هو اللي داك، هو اللي خليك تبعد على الدار وتروح لجنوب افريقيا، ولا جوست ان غاف يعني اللي حبيت توصل له؟ لا كان من الاول بحثونا ليكيب ناسيونال، بحثونا دوكورر من الجزائر، ستاج في جنوب افريقيا، ومن بعد كي شاركنا فما في سباقات في جنوب افريقيا. كان جنوب افريقيا عندها فرق قويه، مستوى عالي، تقدر تقول مستوى اوروبي مش مستوى كاع تاع افريقيا. فما قدرت الفريق هذاك كي شافنا قدر عيط لي. واش مثلتك انت التجربه الاحترافيه بالنسبه لانجون اللي في عمره ميم با 20 سنه يبعد على دارهم يروح حتى لجنوب افريقيا، في المحطه تاع حياتك ولا في حياتك واش هذه المحطه واش مثلت لك انت؟ تقدر تقول تعلمت بزاف صوالح من هذيك التجربه. شغل تدي خبره اللي ما تديهاش هنايا، شحال هنا ما نكتبوش على روحنا في الجزائر، ما تقدرش تدي الخبره تاع اللي ديتها في جنوب افريقيا، مستوى العالمي، مستوى العالمي تقدر تقول العالميه. حنا راح نتبعوا ان بورتري اللي كان وجدوا زميلنا رفيق تودفت، زميلنا رفيق تودفت كان وجدنا ان بورتري على عبد الله بن يوسف، ولا عبد الله يوسف عفوا، اللي حاضر معنا في هذا الامسيه. نذكركم باللي هو في عمره 29 سنه فقط، من المجمع الرياضي البترولي. بدايه كانت في فريق البوليده في مدينه البوليده، والانتقال كان الى المجمع الرياضي البترولي فيما بعد، بالاضافه الى الفوز ديالو بالقميص الاصفر في طواف الجزائر الكبير للدراجات الهوائيه اللي كان مؤخرا في مدينه بسكره. رفيق تودفت. بينه وبينها حكايه ولع، اقترن اسمه بها الملكه الصغيره. شأنه شأن ساكنة مسقط رأسه مدينة الورود البليدة، والانطلاق بنادي الرياضي البليدي، أين تلقن أبجدية اللعبة ليكبر بمرور الوقت طموحه، فانتقل إلى نادي اتحاد البليدة ومارس الدراجة طويلا في تخصص المقاومة وتسيير السباقات، قاطعا شوطا هاما في مشوار تكوينه قبل أن يتعاقد مع نادي محترف بجنوب إفريقيا سنة 2007 ولمدة لم تتجاوز العام الواحد، ليعود إلى الجزائر وبالضبط
ضمن فريق المجمع البترولي ليغدو أحد أبرز عناصره وحلقة أساسية في التنسق والتخطيط للسباق هو عبد الله بن يوسف صاحب الألقاب الوطنية العربية والإفريقية مسجلا مشاركات مشرفة وضمن الجي اس بي حقق الحلم. عبد الله بن يوسف وعلى غير العادة باعتباره اختصاصي مقاومة وتسيير تمكن من ارتداء القميص الأصفر للطبعة الرابعة عشر من الجائزة الدولية للجزائر مسيطرا على المراحل ومتحكما في الفارق الزمني بينه وبين الملاحقين. ارتداء القميص الأصفر زاد من شهية عبد الله لحصد الألقاب وهو يصبو لترك بصمته في أكبر عدد ممكن من السباقات والدورات على اختلاف كبرها. عبد الله جيماجين بلي كيكون كاين احساس خاص في البوديوم سيرمون يكون كاين احساس خاص خاصه لما يتعلق بالقميص الاصفر الامر يتعلق بالقميص الاصفر في دوره كبيره كما دوره الجزائر الدوليه للدرجه الهوائيه صح خاصه في الالعاب الافريقيه والالعاب العربيه والالعاب الكبار هذو وين يكون النشيد الوطني حاضر يكون عندها احساس خاص القميص الاصفر بون ما نفهمش شويه في السبور هذايا القميص الاصفر واش معناتها واش تزروقه تزروقه لاني عشي تريد الجيلو يطلق قميص اصفر لا لا جاني ربي كونتر لا القميص الاصفر بيتيتي فهموا شنو هو القميص الاصفر شو سباق الدراجات شويه الناس بزاف ما تعرفش كاين القميص المنقط لاحسن المتسلق هي الفرصه باش تفهمك اولا الفريق الفريق كاين سته شو كاين القميص الابيض لاحسن لاعب امل كاين القميص الاصفر هي القميص الاصفر والغالي فيهم كاع نقدروا نقولوا بين قوسين باللغه العاميه صح. لا لا ما احنا سباق دراجات ما لبناش بلي سباق باريكيب الناس تحسبوا انديفيديال هو باريكيب بالفعل هو باش تفوز قميص الاصفر ولا يفوز واحد لازم الفريق كاع يخدم له كاع يعمل شغل اللي يفوز غير يكمل غير الخدمه تاع اصحابه سمي لك كان عندك هو ماشي هو لقب جماعي اكثر منه فردي جماعي نعم قميص الاصفر تاع كاين القميص المنقط تاع الصعود احسن متسلق يديروا بوانشو احسن متسلق كاين الابيض تاع الابيض تاع ميرجان ميرجان كاين القميص الاحمر تاع مير كومباتون تاع اللي يعمل اتاكات كثير ويخدم في السباق والقميص الاصفر تاع الطواف كاع تاع التور كاع اون جينيرال تاع الوقت سنتير نوار انا عندي سنتير نوار سنتير نوار هذيك في سبورت كومبا شحال مسافته يعني الطواف كاين 200 كيلومتر كاين 200 حتى 200 كيلومتر فوالا كاين من بطولات العالم 260 260 كيلومتر بالفيلو بالفيلو بلا ما تحبس نقطة مهمة بالك لم يتوافقني الرأي في هذه النقطة السباقات تاع الدراجات الهوائية فرصة للترويج للسياحة صح السياحة الوطنية كما نشوفوا احنا في تور دالجيري ولا حتى بالنسبة للمنافسات العالمية نلقاو بلي المخرج دي فوا ينسى كاع السباق ويروح خصيصا غير باش يدير دي بلون على المنطقة هذيك اللي راهم فيها ولا المنطقة اللي يجوز عليها السباق ونكتشفوا أيضا نكتشفوا البلاد ديالنا لاخاطش البلاد ديالنا كبيرة وشابة منها نكتشفوا نظن أنت تاني كي درت بالك لي باركور اللي درتهم اكتشفت تاني وي كلنا تيم عراكم بوكو بليس نو مي افون كو ميم يروح يدير des entraînements كاين بلايص كاين الالتيتود عالية وين بور 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 افوار plus de souffle c'est ça non صح انا j'ai pas faux ça va حنا كيكون عندنا كومبيتيسيون ماشي كيما سبور واحد اخر في الصاله ولا حنا كيما زمان نروحوا التور تاع السينيغال السينيغال كاع ندوروها نروحوا للمروك ندوروا كاع المروك من الشرق للغرب تمشيها كاع دير تروح قبل لا كومبيتيسيون تروح تكتشف لا لا في السباق تاعنا هو ديجا السباق ديالو السباق ديالو هو اللي خلاه يكتشف هو اللي خلاه تجري ما تشوفش هادو الضربات ما عندكش الوقت كاش كيفاش كاش كيفاش ما عندكش الوقت هذه تحويزه وقانيس اثر معاها تحويزه وقانيس اكبر فوالا انيس نعاودوا ليك انيس بن طيب كنا حكينا مقبل على مقتطفات من تاريخ بلاد الامازيغ الكتاب الاول ديالك كاين الكتاب الحياه تستمر تستمر الحياه قبل ما نجاوب تعاود تستمر الحياة بغيت نفتح واحد النقطة بارك دور الإعلام اليوم في إبراز المواهب الشابة كنا حكيتوا على كنا حكينا عليه مع لم يقلت زعما كيفاش تجيب الانفيتي ولازم تجيبيه داخل الإذاعة أول لازم نقولوا تحية ماشي زعما كاني داخل تلفزيون جزائري يعني بدون مجاملات
هو ان لي شرف وكان عندي فرصه اني اول بلاطو تلفزيوني كان في التلفزيون الجزائري. وتحيه لمحسن اللي هو اليوم محسن اللي هو انه في 2012 تلاقيته في قصر الثقافه في حفل توزيع هدايا تاع لي معاشي تاع مسابقه وين تلاقاني وكان عرفني به واحد قال له هذا جانيك خيفا وعطاني دعوه للبرنامج تاع 5 جويلي 2012 تاع 50 الاستقلال. يعني كانت فرصه وين فتح لي الابواب وباه وصلت يعني بالك زاد انكوراجيك زاد دعمك. نقول حاجه الموهبه اليوم ولا لو جان تالونتو اليوم تيشوفوه في التلفزيون ولا يشوف روحه لا الناس يعرفوه ولا الناس يدعموه يعني هو مجال باش يبدا اكثر ولا لا لا فاش على يفو دي لافيتي كاين المئات والالاف من المواهب الموجوده اللي ما لقاوش الفرصه اللي تتبع الولايه اللي مساكن يغيظوك لما موهبتهم تموت تموت باسكو عليه ما كاش رعايه ما كاش مرافقه ما كاش اكتشاف وسي بيان دوماج يعني في بعض وهنايا وين وهنايا وين لازم الانسان يشد في الموهبه ديالو ما يسمحش فيها بعيدا كاع على الدور تاع الاعلامي باسكو كاع لي جون عندهم مواهب كل واحد تخصص تاعو وكل واحد الدومين تاعو ايضا نقول هاد لي جون اللي عندهم مواهب سواء في الموسيقى او في نابورت كال دومين كيما هما يسحقونا حنا ثاني كنسحقوهم في الحصص ديالنا نسحقوهم لانه بلا ديالهم يمثلوا ماده بالنسبه للحصص ديالنا فوالا سي ماتيير نحن من خلال هذه النقطه اللي تكلمت عليها لاميا حنا نقولوا لكاع لي جون كاع لي جون طالون اللي عندهم اي موهبه واللي يحبوا يجوزوا معنا في ليميسيون معناهم غير يتقربوا من لاباج فيسبوك تاعنا اللي هي شبان بلادي يدخلوا لاباج فيسبوك كونتاكتيونا ويقدروا يكونوا حاضرين معنا هنا في ليميسيون ديالنا شبان بلادي. حبيت نعاود نولي لو تستمر الحياه هذا الكتاب لو ليفغ لو حضر معنا في هذه الامسيه علاش هو تستمر الحياه باش نقولوا تستمر الحياه لازم تكون صرات حاجه بون هنا نطرحوا سؤال واش صرا باش تستمر الحياه وتستمر الحياه بعنوانه دليل على امل وتفاؤل المستقبل. احنا في المجتمع الجزائري وللاسف شديد يعني في بعض الاحيان عندنا لا بونسي نيجاتيف احنا في الجزائر يعني عندنا بعض العبارات اللي نتاسفوا فيها لا بونسي بوز هي يعني خلينا نحكيوا على المجتمع خايب نقولوا الالجيريان لا يعني نحكي المجتمع اللي انا نعيشوا فيه والمجتمع اللي انا نحتكوا معاه والشباب اللي انا نحتكوا معاه دفاع عندنا بعض العبارات اللي دفاع تزعم بعض التشاؤم. احنا نقولوا تستمر الحياه بنزرع بعض البذور الامل والتفاؤل ونقولوا بان يمكن ان نبني مستقبل وتستمر الحياة نعالج من خلاله بعض القضايا الحساسة اللي نعيشوها احنا كشباب خاصة يعني شاب انا في 22 سنة وشباب يعني الملايين من شباب بلادي يعني ربما نفس العقليات نفس الطموحات نفس الآمال نفس الصعوبات اللي نشوفهم في حياتنا. هذا الأمر اللي يخليني انا شخصيا انه حينما نكتب من اجل مبدأ واحد هو انه نزرع الأمل نزرع التفاؤل نقوله لانه رغم الصعاب رغم العراقيل يمكن ان نوصلوا للمستقبل نبني المستقبل تاعنا. ومديت بعض الامثله من شباب نجحوا رغم انه ما نسميش روحي انا ناجح لانه انا واحد من بين الاف من الشباب اللي نجحوا في بلادنا بصح ربما انا بدايتي كي قالت يحيى انه في فيلاج في تيزي وزو مكوده بعيده يعني في واحد الجبل ما كانش مكتبه ما كانش ربما مرافق عموميه اللي تشجع ربما المقروئيه ولا الكتابه رغم ذلك يعني تحديت الوضع وكتبت والفت و سي تان بليزي بور موا. قبل ما نحكيو على النجاح تاعك انا كان كي درنا نطلع على الكتاب كاين في النهايه تاع الكتاب حوار مع مجله عين على الشباب وانك تقول بلي الموهبه ديالي هي الكتابه بيان سور والطموح تاعي هو العالميه. العالميه كي نقولوا العالميه بالنسبه لان جون اللي راهو يكتب وشنو هي العالميه بالنسبه لك؟ العالميه بالنسبه لي بون هي صحيح انا في بدايه مشواري ولكن كما قلت الغيب في حكم الله ولكن متاكد انه اذا وصلت ربما في العمل تاعي يعني نخدم فيه ولا التعب تاعي ولا المشقه تاعي جو سوي سير ان شاء الله ربما ساكون واحد من بين سفراء الادب الجزائري وربما ساكون واحد من بين الكتاب اللي نكتب ونعلق على كل ما هو يعني كل ما نعيشه كشباب. ما خممش تكتب باللغه الامازيغيه ما دام انت عندك الافضليه تاع انك تعرف اللغه الامازيغيه واللغه الامازيغيه لان راهي لغه وطنيه ما خممش تكتب باللغه الامازيغيه؟ سي في بعض الاحيان نتلاقاو ربما دي تيسيون يقول لي انيس علاه ما تكتبش باللغه الامازيغيه وانت وليت تيزي وزو ولا حاجه. اول شيء لا اتزايد في امازيغيتي على اي واحد امازيغي ربما انه ما درتش الامازيغيه يعني ما نعرفش ابجديات اللغه الامازيغيه الفو دي لا فيريتي حيث انا احنا كي كنا نلقاو كنا باللغه العربيه هذا اللي خلاني اني ربما نكتسب لا ريشيس في اللسانيات ولا في الادب العربي بصح جو بونس يجي نهار وين نقدر نكتب باللغه الامازيغيه وقتاش يجي نهار هذاك نخلي كل شيء مادام سربرايز دير ترجمه لاول كتاب تاعك اللي يهضر على
تاريخ امازيغ. تاريخ امازيغ، تاريخ بلاد امازيغ. دير ترجمه على هذا الكتاب باللغه الامازيغيه، يعني نقول لك هذه بدايه يعني طريق بالك. ولما لا احنا قبل ما نلحقوا الترجمه اللي قالت عليها لمياء ايتم سعود، انا مادابيا ديري دوك ترجمه للفكره تاع الكتاب وقولها لنا بالقبايليه يا خويا. هذه سربرايز. الفكره تاع الكتاب هذه نديروا له تيست دركا، الا يقدر ولا ما يقدرش. قبيلية وتعاود ما تكتب بالناس يا خويا. اهدر بك اهدر. الله يسعدكم. فهمنا بيتي تشي ما يفهمش العربية، بيتي تشي يفهم غير القبيلية. انا قتيلي ونديرك والله انا نعي كورن. اه لا اه اي صح. بون مقتطف والحياة تستمر فوالا. وتستمر حياة يعني ذا ليسان دي تسوفاغ ذا سويس خمسة دوك مشوار ايتالو. عند عرضة صغور ودليسيات في كهذة كتفراتين نسيرم كتفراتين المزين تموثنا عن الجزائر مرة أنه خاصة كهذة لن يعوق هذا الطفال المزين تموثنا عن مخالف مخالف مجالات بصح مقان إلى قد يوسيرم إلى قد ولي غرزت وكن يبغو يغزف يض لقاريس أذي اليواس ومنغ سي المزيه يا المزين تموت للجزائر ومنا سي المزيه يا المزين هذا تموت للقبائل نغدا شوت انو ديال سواس ان انيس اديالوس ثلاث تمازيغ ان شاء الله ومبقى من مي زوج 2017 زوج 2018 زوج 2019 هذه قيم زوج 2020 هذه قيم ذوال ما شاء ديال سواس ان شاء الله عند ذالوغ ثلاث تمازيغ و 2019 فيكم. يا يعطيك صحة أنيس، يعطيك صحة. اسمع ترجمة تاع الكتاب ولا ترجمة تاع العنوان؟ لاخاطرش كانت طويلة بزاف. كانت طويلة شوية، طول فيها. بروشان تيست ليك أنت يا لمياء ايتم سعود، واش دير روحك؟ ديري لنا ترجمة للمحتوى. باينة حط اللقب تاعها. لا لا، ديري لنا ترجمة للمحتوى تاع الحصة تاعك بالقبيلية. هكذا واش دير روحك؟ يلا كملوا دائما مع لي جون، حكي لنا على أنيس بن طيب لو حضر معنا. كاين ايضا شباب اللي راهم يبدعوا في ميادين واحد اخرى، كل واحد الدومين تاعو كيما اللي راهم حاضرين معنا هنا في البلاطو، ولا كيما دي جون ايضا اللي ما قدروش يحضروا معنا بالك عندهم انشغالات واحد اخرى. كاين جون دحمان محمد بالقاسم امين، كانت لقاته زميلتنا سميره بن يخلف في ميدان البيئه وفي الميدان اللي عنده علاقه ايضا بالحفاظ على البيئه. تمكن ايضا من انه يكون عنده مشروع للحفاظ على البيئه، هذا المشروع سماه انا والورقه. نروح نشوفوا اكثر تفاصيل مع زميلتنا سميره بن يخلف. بسبب التصرفات السلبية للعديد من الأفراد تجاه الطبيعة والسلوكات غير الحضارية التي تضر بالبيئة والوجه الجمالي للمحيط، قرر الشاب محمد دحمان إبرام اتفاقية مع الورقة ليطلق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أطلق عليها اسم أنا والورقة. عملي كنت نديرو دوكا هي أنا نمشي هنا برا، ديما تلقى في جيبي ولا في جيبي ولا يدي كنكون رافد كراس ولا ورقة، ديما نوجد ورقة ديما دائما في الجيب، غير نلحق نلقى عندي شي ولا نلقى أي موضوع يستحق أني ندير عليه رسمة. نستعمل الورقه هذيك نخليها هي تتكلم تقول فوالا هاوليك او كاين لو ديشي، هذاك ديشي الناس تشوفو اصم. انا واش خلاتني الورقه؟ خلاتني نولي عندي فونكسيمون تاع الرادار. لاقت الصفحه تفاعل الكثيرين كما ساعدت ايصال رسالته التحسيسيه المتمثله في الحفاظ على البيئه لاكبر عدد ممكن من المواطنين سواء داخل او خارج الوطن. درت صورة وقلت نشاركها في صفحة فيسبوك، لقيت لاقت إعجاب كبير، خاصة أن واحد الصفحة واش دارت نشر للصورة، لقيت إقبال كبير من عند الناس وإعجاب كبير، حيث أن كاين أستاذة عيطت لي هدرت معايا قالت لي أمين مادا بيا نستعمل رسوماتك باش ندير الكور تاعي. السلام عليكم يا مول، وين تروح تلقاني؟ يجي واحد متشهي القهوة يروح يدحي الغم على راسو، بصح أنايا والانفيرونمون جامي يخمم فينا، وين جات يرمينا؟ يحطني سوا في لي روشي سوا تحت الطوموبيل سوا في التولي يلقاه يسيب وشيني بيه. إما لا، هذا ميساج تاعي يا اللي راك تسد قهوة وراك تستمتع بالقهوة تاعي.
شكرا زميلتنا سميره بن يخلف. شفنا لانيا شفنا باللي لي ريزو سوسيو ولا مواقع التواصل الاجتماعي سورتو فيسبوك في الجزائر عندهم اهميه كبيره سورتو نشوفوا دوكا دي جون اللي كيحب يوصل الميساج تاعو يروح لي ريزو سوسيو من بالك في الميدان الاعلامي ولا في الميدان تاع الاذاعه ثاني تعرفوا باللي دوكا كاع لي زيميسيون تاع الاذاعه عندهم دي باج فيسبوك باج فيسبوك دي جروب كاين انستغرام كل واحد كيفاش كيفاش يستعمل انت ثاني عندك فيسبوك فوالا فوالا ميم لي ميسيون تاعكم عندها فيسبوك فوالا قال لي زيميسيون عندهم فيسبوك كيما قلت باللي كيما انتم كنتوا تحوسوا على لي جون باش تعطيو الفرصه يجوزوا في البرنامج تاعكم باش يقدروا يلتحقوا بكم والحاجه هي اللي سهله افون كانوا يكتبوا دي لتر يلحقوا للاذاعه والتلفزيون دي لتر طول شويه ما يلحق باش تلحق كان الشغل تاع انت بزاف تخدم في الاذاعه الحقوق دي لتر دي لتر بيان سور يبعثوا لك ومن بعد المحتوى انت وزهرك انا دي الحقوق دي لتر في الاذاعه هيا احكي لي لانيكدوت مع لي لتر اللي صرات لك اون انيكدوت انا لحقوني دي لتر ماشي حاجه الرساله اللي ما تقدريش تنساها كانت عندي واحد الرساله كانت تكتبها لي وحده كانت تكتب لي بزاف في الشعر كانت تحب تكتب بالشعر ستينجن كنا على بالك كنا في زبانه مازال هذوك مازال عندي سينو كانوا يلحقوا كان تحكمني شويه الخلعه مي يلحقوا لي كادو الهدايا كان واحد كان يبعث لي بزاف كتابات كان يلحقوا لي كتابات بعد سنه بالعقل قلت سافا كتابات ومن بعد بداوا يلحقوا دي سي دي قلت مليحه ما نجوز موسيقى معليش ما قلت له ما زيدش تبعث لي شغل ما بس ما كنتش نعرفوا كيفاش عامل شغل قلت لهم قولوا له ما زيدش بعد راح تلحق شيكولا لا لا بس شيكولا عندها معنى واحد اخر خلاص هذيك ماشي ما يقولوش هيلو طلبات هذوك ماشي هدايا فوالا لا لا ولا غير والو كان يلحق شيكولا بعد لي زاجون سيكيورتي كانوا ياكلوا بزاف شيكولا على ظهر لمية عيد مزعود فوالا انا شوفوا بالمناسبه الصور اللي الاذاعه الوطنيه اللي كان وجدها الزميل زميلنا سليم يوسف تفضل اللي كان يبعث لها شيكولا انا بالي شكون ها انا لا بيش كون كان يبعث لها شيكولا اوكي يبعث لها لازم تقول لنا طقطق لك راسك اه هو انت عندك نشينه اكثر له قال لي انا قمت عاد تكسر لا لا بصح الا حبيت تصارحها بكاش حاجه هنا قول لها واش انا هنا يا حبيبي قمت عاد تكسر نحبك لا كيغاتين اه قادك نحبك لا كيغاتين قلت لك يديرها كيغاتين عندك نعرف اي نعاودو نوليو لعند انيس لعند انيس بن طيب انيس دوكا سي بون حكينا على الكتابه تاعك حكينا على كاع واش قدمت خمس اصدارات ديجا الله يبارك راهي حاضره على 22 اون خمس اصدارات سي كيك شو يعني حاجه كبيره الله يبارك بالنسبه للشاب اللي راهو جاي وشنو هو لوبجيكتيف دركا على المدى القريب وعلى المدى البعيد بالنسبه لانيس على المدى القريب وعلى المدى البعيد على المدى القريب هو انه عندي كتاب في 2000 وبغاني نحضر فيه 2018 ان شاء الله كتاب نوعا ما غرامي نوعا ما وعاطفي نوعا ما عباره عن قصه يعني قصه حب كما اللي حبهم بيتيتي قصص بيلاميو بيتيتشو السؤال الاولاني نعم انت اللي عشتها شفت 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 ها شفت يعني تجيبوا لي زانيماتور انفيتي علاش باسكو يديروا لنا مشاكل علاش تطرحي له سؤال كصحفيه راكي ضيفتنا اليوم يجاوبك ديريكت معناتها ماشي هو كي قاعد لك لا هو يا قصه حب بون سي فري عشتها لا نعطيك الاجابه تاعو بون يما راهي تشوف فينا دوكا ماشي قصه عشتها انا ماشي قصه عشتها انا انت فاهمي ماشي انت ما هي قصه حب بين شاب وشابه في الجزائر يعني صديق هو حكاها لي قبل طيب الوغ تيمو قصه يعني مشوقه وقصه فيها يعني ميساج على فان اثرت فيك بالك اثرت فيها باسكو بون سي لامي انتيم تاعي وسي لامي يعني ديالي سي بور سا شغل ديسيديت قلت انه 2018 هذا هو الكتاب اللي نحاول انه يصدر ابار هذا الكتاب كان عندي واحد المشروع هو عباره عن طرح مبادره من اجل اكتشاف الشباب المواهب في الكتابه في الجزائر عباره عن يعني سميتها اقلام الجزائر اي ان شاء الله نورمالمون تقدر تكون يعني في اقرب اوقات ان شاء الله يعني بار فيسبوك بار لاباج تاعي فيسبوك ولا الكونت تاعي فيسبوك ندير اعلان للشباب اللي تكتبوا ولا هاشتاغ اقلام الجزائر حسب اللغات ويعني حسب اللغات وحسب الولايات يعني ما يهمش ونبروفيتيو حنا من ليميسيون تاعنا الناس اللي راهم لي جون اللي كتبوا ولا اللي راهم بداوا في الكتابه هاشتاغ اقلام الجزائر يدخلوا لاباج يقدروا يشاركوا ثاني شاي يشاركوا ويبعثوا لنا واش يكتبوا من بعد على فاش نصدوا واحد الكتاب يعني جماعي ويكون فيه كل الاقلام اللي شاركوا في هذا المشروع
عدد 100 ولا 200 ولا 300 لا يهم، المهم هو انه يعني ساهمنا في ميلاد جيل، ربما جيل من الشباب اللي يكتبوا. كيف يهضر على هذا المهم الكتابه والشعر؟ كانت عندنا فرصه احنا في اذاعه البهجه عندها العام اللي فات لمده سنتين وحنا نديروا البهجه عندكم، وهي البهجه كنت تنقلوا البلديات يعني كاع البلديات تاع ولايه الجزائر، بلديه في ولايه الجزائر. وكانت عندي حصه كانت تجوز من زوج ثلاثه حصة مواهب، في كل مره في كل بلديه نكتشفوا مواهب كبيره. مواهب يعني كاين دي جون اللي يبدعوا مالوريزمون نقص الامكانيات بالك هو اللي ميخليهمش اللي ماخليهمش يكملوا، مي هذه هي بالك الفرصه تاع الاذاعه ولا المهنه الاساسيه تاع الاذاعه باش تفتح لهم البيبان. بالفعل تفتح لهم البيبان، وكاين كما نقولوا صغار ثاني كاين اللي مازالهم في الليسي مازالهم يقراوا بالك من بعد نسمعوا بهم. ديبارت واحد يعني فاصل بسرعه، وابلت دي فوا يتواصل معايا بعض الشباب، ابلت تلقى فلاج تاعو 15 16 يسكو شي يكتب سواء باللغه الفرنسيه ولا دي فوا ابلت دي فوا باللغه الانجليزيه. فريمون شو تقول شابو يعني تحيلو باسكو فريمون الميريت يعني واحد يساعدو. وثانيا شورتي انا شورتي شاب شو نتمنى لو كان عندي الوسائل باش تساعدو باسكو على يستحق باسكو الموهبه كيما هذيك يستاهل يستاهل باسكو عليه تقرا ويقول لك من الصغار تظهر ملامح العظمه. يعني تي تشوفوا صغار تتفق له بلي يجي نهار وين يقدر يكون ان غون ايكيفار، يكون خليفه تاع تيتي بياسي ولا مود معمي ولا تيبال ادب في الجزائر. وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله 2020 ولا 2030 نشوفوهم يعني ان شاء الله يعطيك الصحه. هي ثاني دور تاع الاولياء كيكونوا صغار هكذا، دور تاع الاولياء احنا كان ينجزوا معنا ونتلقى الاولياء ديالهم باباها ولا يماها ولا يكونوا معاهم ويامنوا بهذاك الشيء يشجعوا يدعموا الموهبه ولا بنتهم باش تكتب. باسكو الدعم المعنوي عنده اهميه كبيره ثاني بزاف. ومام الاولياء كيكونوا موراك ويامنوا مام انت تكون كونفيون تقول تما نقدر نديرها. يعطيك الصحة يعطيك الصحة ثاني أنيس بن طيب اللي كنت حاضر معنا في هذه الأمسية. قبل ما ندعوك اسكو تقدر تهدي لنا هذا الكتاب البيتشيتشي يعني دير له توقيع بالإهداء؟ قول الله غير نسالك خير قاي هاي ديرها انت راجل ديرها يلا خلاص هاي خلاص وصلت لوجه وصلت لوجه يا طارق خلاص هاي خلاص هاوليك هذا الكتاب بيتشيتشي هذاك اللي حطك دود على 2018 ان شاء الله. يعطيك الصحة انيس بن طيب كنت حاضر معنا في هذه الامسية، بالك ميساج رسالة تحبي توجهها في النهاية؟ في النهايه اولا تحيه ليك وشكرا على الدعوه، شكرا لكل ضيوف اللي كان يعني فيمون بريزيتي كنت جالس معهم، وتحيه خاصه للجمهور اللي كان يعني مصباح حاضر معنا في هذا البلاطو. يا سيقايا الميساج تاعي يعني يعني بالمختصر المفيد هو نقول انه لكل شاب موهوب عنده طاقه عنده موهبه امن بموهبتك، عندك ثقه بالنفس، اخدم يفوت صبر دير شوف القدام ولازم تتعب باسكو ما كاينش حاجه يعني جيت بسهوله. اي مو جو سوي سور كو واحد اللي يخدم على فا يجيب يعني ان فروي ان شاء الله ويكون نجاح ان شاء الله. برافو عليك يعطيك الصحه انيس بن طيب ضيف ديالنا في هذه الامسيه كان حاضر معنا. احنا مازلنا حاضرين معكم مشاهدينا الكرام من خلال دائما برنامج شبان بلادي، كنا تكلمنا على لي جون اللي عندهم ابداعات واللي عندهم اختراعات في مختلف الميادين، كنا تكلمنا على الحفاظ على البيئه. هذه المره راح نشوفوا الاختراع تاع محمد دومير مخترع جزائري اللي يقدم اختراع للحفاظ على البيئه ولكن للحفاظ على الحيوان ايضا اللي عنده اهميه كبيره فيما يخص السلسله البيئيه بصفه عامه. هذا الاختراع هو عباره عن حذاء ذكي ولكن للجمال، للجمل يعني حذاء ذكي. نروح نشوفوا اكثر تفاصيل في هذا الموضوع. منذ القدم لم يتمكن العرب من ايجاد حل للاصابات الحركيه التي يعاني منها الجمل والتي تؤثر على أدائه في سباقات الهجن. الطرق القديمة عشوائية ومؤذية والطرق الحديثة معقدة ومكلفة. من عالم الإبل وأسرار الجمل أتى محمد دومير ليحل هذه المعضلة، فطور حذاء يلبسه الجمل. يقوم الجهاز بمقارنة تقسيم الوزن على الأرجل وطريقة حركتها ويرسل إشارات إلكترونية إلى الكمبيوتر فيتمكن من تشخيص الإصابة وتحديد مكانها. فبفضل المبدع الجزائري محمد دومير ترك الجمل الخف وانتعل الحذاء. ففي عام 2013 توج المبتكر الطموح محمد دومير من الجزائر
وبعد عام من التخرج حلق دمير في سماء قطر. قبل نجوم العلوم كنت نجي للشيحانية كطبيب بيطري، بعد نجوم العلوم صرت نجي هنا مستثمر نشوف آفاق تجارة وآفاق نجاح عملي في ميدان. أول إنجازاته استثمار في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر لتصنيع حذاء دكتور دمير. سيتحقق منتجي الخاص دكتور دمير وراح يكون موجود هنا في الأسواق الخاصة بسباقات الهجرة. من أروع الصداقات في نجوم العلوم أني تعرفت على محمد الكواري. يخرج برنامج نجوم العلوم المبدعين والأصدقاء. محمد الكواري متحصل على المركز الثاني في البرنامج وقد وحد أهدافه مع دمير فنشأت بينهم شراكة. بعد فوزي في الموسم الخامس من نجوم العلوم أنا اليوم فخور جداً بإطلاق جهازي الحذاء التشخيصي للهجن. أنا محمد دمير ومن خلال نجوم العلوم دخلت عالم الابتكار بلا رجعة وتغيرت نظرتي وطموحاتي والآن أطمح بتأسيس أكاديمية الابتكار في الجزائر. برافو. كان هذا محمد دمير من بين الجزائريين اللي كانوا برزوا في البرامج تاع نجوم العلوم، لعدة برامج ايضا على مستوى العالم العربي نشوفوا في كل مره جزائريين يبرزوا في مختلف الميادين. يلتحق بنا ضيفنا اللي هو رامي فيير مغني الراب. رامي واش راك؟ مرحبا بك. الحمد لله لاباس بخير. مرحبا بك. لم نعاود نولي ليك رابيدمون مادام شفنا محمد دمير دركا في الروبورتاج. لي زالجيريين ولا الجزائريين اللي يبرزوا في البرامج تاع التلفزيون الواقع ولا مختلف البرامج ايضا اللي تكون على مستوى العالم العربي، يعني في كل مره نلقاو يا لو كان جزائري واحد ولا جزائريه حاضرين تلقى واحد في كاع البرامج. صح سي وين تروح تلقى سين فيغتي كوميم كي تشوف هكا تقول هذا الشيء يبين بلي كاين لا ماتيير في الجزائر، كاين الماده الخام، كاين لا ماتيير وكاين كاين نظن انهم عملوا باش تانيك باش بورابور افوار تو سا تانيك باش يلحقوا لهذا الشيء. تري بيان رامي، نعاود نوليو ليك. كنا شفناك في ديبي تاع ليميسيون ديجا قدمت لنا مقطع من المقاطع ديالك في عمرك 23 سنه فقط. شحال عندك ملي بديت الراب ديجا؟ بديت نطلق سورنا 2015 يعني عندك حوالي تقريبا 3 سنين دي سور انترنت يوتيوب تخدم لي مورسو تاعك. عندي واحد 6 موا ملي بديت نطلق سورنا في يوتيوب كدا. والالبوم الاول خرج في السنه الماضيه. وي 2016 ان شاء الله. 2016 كان خرج الالبوم الاول. شنو الالبوم؟ جينا فوالا. اسكو رامي من الناس اللي هما يكتبوا لي بارول تاعهم ولا يكتبوا لك ولا لا انا اللي نكتب. نكتب لي بارول باسكو لي رابور ديجا ما تلعبلوش في لي بارول ديجا هكا. انا كنت حنسقسيه خفت. لا سقسيه لا تفضلي سقسيه رامي. هيا سقسيه على الموسيقى برك كيفاش يدير الموسيقى. اسكو انت ديرها تكومبوزي ولا تدي موسيقى وتغني فوقها؟ بون انا عندي استوديو. شنو استوديو؟ نخدم روحي الموسيقى لي زانسترومونطال نونجستري وحدي نكتب. داكوغ تربيه. رامي فيير وحاضر معنا حيقدم لنا ثاني تعرض واحد اخر. انت دير كلش انت، يعني نجيبو اكريفان تكتب، نجيبو سبورتيف دير سبور، والراب تغني. خساره عليك تحط نظرتك دكلاش نظرتك. هيا هيا تحط كلاش. نهضروا على لو راب اندر جراوند سي سا. اسكو ليكزيست تو لو راب اندر جراوند؟ واسكو انت منهم من هاد لي رابور باسكو كل واحد سبيسياليتي تاعو في الراب. وي اندرغراوند سي اندرغراوند اون انغلي سي سو سال و سي لو راب لي كي يهضر على الكلاش خاطرش بصح والله دوك لي كلاش كل واحد كشاوي كان لي كلاش بين لي راب كان لي كلاش بين لي رابور وكاين. اسكو انت دخلت في لا ما دخلتش مع هادي. انا مع هادي انا يعني على المواضيع الاجتماعيه خاطرش حنا كنقولوا الراب نفكروا باسكو هي كاين دي رابور خاصه في الجزائر. كاين لو رابور اللي خير يغني الراب باش يجوز ميساج، وكاين لو راب اللي حكيت عليه لامي عيد مسعود اللي كما قالت لك يدخلوا دي كونفلي. نقدر نقولوا دي كونفلي مي في بعض الاحيان على المستوى العالمي مخدومين باش يجيبوا بهم الارباح، يعني باش لي رابور يدخلوا بهم الارباح. مي حنايا مادام ما دخلتش في هذا النوع من الراب حندخلوك اليوم مع بيتيتشي اكلاشيه جستمو. كاين عباك بيجيتي عنده واحد ستيل تاع الراب وحده. الله صح عندك الحق. عنده ستيل كلاشي. روح كلاشي معك سير سير روح تي 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 تقدا 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 تق
هذا هو انت وقفتي معاه لا وقفتي معاه هذا هو الغاب ديالو سي صح يا خلاص ما يقول لك هذا هو الراب هذا هو برات دراما جاري دي زنزله فوالا حنا نحيو كاع الرابر اللي يشوفوا فينا باسكو الراب ثاني تيبقى واحد نوع من انواع الفن ثاني وما من الجزائر خرجت دي رابر كبار دي رابر كبار اللي كانوا خلاو بصمه كبيره في الساحه الوطنيه وفي الساحه الفنيه ثاني نعاودوا اليوم عند عبد الله بن يوسف الدراج ديالنا اللي حاضر معنا صاحب القميص الاصفر في طواف الجزائر الكبير للدراجات الهوائيه عبد الله دوكا نحكيو على المواعيد اللي راهي جايه بالك ولا لي زوبجيكتيف الاهداف تاع عبد الله مور بطوله افريقيه مور خمس ميداليات في البطوله العربيه يعني مور المشاركه ايضا في مختلف المنافسات الدوليه ولا هنا في الجزائر وشنو هو الهدف اللي يبقى في راس عبد الله قبل ما يبعد على الرياضه هذه وقبل ما يعتزل هذه الرياضه لوبجيكتيف كجميع الدراج الجزائري الاوبجيكتيف تاعنا نشاركوا في طواف فرنسا طواف فرنسا اللي يبقى يعني من بين المنافسات الكبيره في العالم كبيره كاع وبوديوم شامبيون دي موند ان شاء الله الموعد صعيب ماشي حاجه سهله باش الموعد اللي راهو جاي الموعد القريب كاع اللي راهو جاي عندي البطوله العربيه 25 البطوله العربيه ان شاء الله البطوله العربيه تمنى كل توفيق ولفتنا انت تكون حاضر بقوه في البطوله العربيه ديجا خمس ميداليات ذهبيه برك ليك وحدك في البطولات العربيه الماضيه نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله نعاود نولي ثاني عند رامي رامي الالبوم الاول خرج شحال فيه من مورسو سيس ست اغاني بروجي واحد اخر تاع البوم راهو جاي دوز ان شاء الله تريبيا تريبيا نعاودو عند لاميا الكليب ها لي كليب بيان سور كاين كل غنيه وكاين اوديو وكاين كليب هكا كاين اوديو كاين كليب قال لك دوك انت مادا بروبوزيتي كليب الا كان شوف حنا باش نقدروا نعاونوك الا كان عندك بروجي تاع كليب نقدروا ندعموك بلاميا دوز معاك في الكليب ندعموك بيتيتشي هكذا حنا شريكين كسرت راسك جيت لي دي دول هاني بيت بول واش جيب جيت لي دي دول كليب كاع نجي دور معايا ها هي غلا هذا ماشي تو باك هذا تروا باك هذا تروا باك هذيك هي يا سيدي نقطع فوالا فوالا لا لا بصح تمام انت بيش اللي ضاربها يعني صالح عليك انا حطها على 60 اه يا وقال شوسي مليح شوسي ها ها حطها لميا نعاود نولي لك نعاود نولي لك لميا كنا حكينا قبيل على جروب الداي وعلى لا شونسون انا جزائري وحكينا على على لوليان اللي كان ما بين لا شونسون ما بين الانطلاقه تاع لو جروب ثاني موكسايب موكسايب ثاني من بين الفنانين الجزائريين كامل عرفناهم بلي كوفر يعني يعاود الاغاني كان يعاود اغاني اجنبيه بالطريقه الخاصه ديالو كان كنا تبعنا ثاني عن طريق اليوتيوب موكسايب ثاني كان عنده باساج معك وكان عنده في البدايه ديالو انطلاقه مع لميا ايتم سعود من خلال هنا خير من هنا نظن كانت ليه وقيلة أول ولا آخر حصة اللي نظن كدار غير حصة وقيل كان مع فرقة اسمها بيفكا بيفكا معناتها بوفاريك هو من بوفاريك يعني كان مع الجروب ومن بعد ما زدتش عاود شفتو ما عادش قاعد تلاقيتو وأنا تسقسيتو كان عندي واحد سؤال ليه مع الجروب تاعو قلت له علاش كدير موسيقى وينك حاب تلحق وشنو هو شو الهدف تاعك ما جاوبنيش ما حبش يقول لك الهدف تاعو كان صغيرة حشم ما ولا بالك ما حبش يقول لك قدام صحابو وقدام الغوب بافكا بلي راني رايح وحدي الهدف ديالي هو كارير سولو بالك قعدت له في راسو راح انجلترا تزوج الى سا فامي ديجا الى دو انفون شفت لو كليب سور انترنيت قال لك حد الجيريان دار كليب مع مرتو والبيبي من اللور وسمعوا قولوا لي قولي لي باسكو ان فيت مرتو غنات بالعربيه مرتو هي انجليزيه وغنات بالعربيه فوالا اي بي كي شفنا لو كليب سور يوتيوب قلنا شكون هذا يا انا ما عقلتوش دار 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 كونسير هنا حفل في الدار تبدلك ما عقلتوش كبر كان صغير قال لهم حبيت ندوز مع لاميا قلت ايه وشكون هذا يقول حبيت ندوز مع لاميا كي جا غير دخل لاغاديو غير شفتو قدامي تفكرتو ولاو لك لي تري تاعو ايه قال لي جيت نجاوبك على سؤال اللي خليتيه ولي هكاك اللي حشمتيني به جيت اليوم نجاوبك نقول لك واش حبيت ندير فينالمون شنو هي لا ريبونس تاعو فينالمون كي نشوفو هكا برافو مكسايب انا راح نتبعوا ولا نشوفوا لو كليب الاخر تاع موكسايب موكسايب اللي كان عنده عده اعمال قدمها ما عليكم غير دخلوا اليوتيوب لاشين تاع موكسايب تتعرفوا على كاع لي كليب ولا كاع لي كوفر اللي كان قدمهم يا الرايح هو جديد تاع موكسايب
تولي شحال دم والعباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تايا وتولي هذا لو كليب يا رايح مع موك صايب لميا الى انا باش توافقيني الراي ولا لا لا موك صايب بلي كوفر ديالو نقدر نقولوا بلي كريا توت ان ستيل ها كريا ان ستيل و ان فيت كنت مع كيما تسمع يا رايح هذه سي اون فيرسون ان بو بلو جون بلو بلو فريش و بون كاين اللي يعجبهم الحال يقول لك وي سي بو كاين اللي يقول لك نو نحب لا فيرسون اوريجينال جونسون نحب لا فيرسون اوريجينال يبقى ابري تبقى ابري الادواق كل واحد الذوق ديالو كيفاش لميا حكينا على ليكسبيريونس راديو اكسبيريونس تيلي تان كانت اون باراليل تجربه تلفزيونيه من خلال قناه التلفزيون الجزائري داير مع استوديو لايف استوديو لايف اسكو كاين كانوا كاينين دي رونكونتر لقاءات مع فنانين اللي تلاقيتيهم في لا راديو ومن بعد عاودوا ولاو ليك وجاو جازوا معك في لا تيلي وي كان فنانين منهم جو سي دي نو هما توت اون ليست كبيره لا ليست كاين كيما انيل كيما ايوب مجاهد داي تانيت لي جاو فريكلان هاد لي جون كامل نقولوا بهم اللي راهي لا ميوزيك اكطويل بهم اللي راهي حيه راهي حيه لو ما ننساوش القديم
وجديد ما نفرطوش فيه ثاني. لا لا جديد نحبوه قلبت هنايا جديد نحبوه القديم ما نفرطوش فيه فوالا. واش زادت اكسبيريونس تيلي في المسيره تاع العالمي ايت مسعود اللي الله يبارك مازالها شابه قدرت دير لا تيلي دير لا راديو اون ميم طون واش زادت لك التجربه التلفزيونيه في المسيره ديالك؟ الو حنا في الاذاعه ونظن هذه على بالك بها في الاذاعه كي تانونسي وديزانونسي غنيا اخي كاين يبعثوا كاين واحد الكورسور هكا يطلعوه ويبعثوا لا ميوزيك. ايماجين انت قاعد وراه الموسيقى راهي عندك والمغني راهو قدامك شي كيف كيف وعندك ان بيبليك دونك راكي تعيشي البنه تاع الصح فوالا فوالا البنه تاع الصح. اون بلوس نقولوا بلي حنا في لا راديو ديجا يقول لك ليزانيماتور يهضروا بزاف واش حبيتيني نقول لك دونك راكي الضيفه تاعنا اليوم نحشمو يعني نقول لك بلي بيتيتي هضرت بزاف اليوم هضري سير فينك تهضر تسلم تاع تهضر يا تهضر نسكتوها بيتيتي لا لا خليها انت تحب تسمعها بيتيتي يا سير ها نهضر الصح انا تحب نسمعها هي خلاص هي خلاص لا سول ديفيرونس نقولوا بلي حنا في الاذاعه كي تكون عندنا ان كاسك ان ميكرو اون في با اتونسيون ان جيست بوجيو مي لا تيلي سي تقعد هكا كاين الاخر تخزر في لا كاميرا يفو فير فريمون فات لا ديفيرونس حسيت لها في هذه حسيتي بلا ديفيرونس مي ليكسبيريونس راديو عاونتك بالك تيلي عاونتني بزاف عاونتني بزاف ونحس روحي تري زاليز ونكون بلوس سيتي ان غيف ايماجين جو اون ايميسيون هكذاك ان لايف كلش كان اون لايف دي زارتيست لي جازو معاك كانوا ديبيوتي وكانوا في لي ديبيو تاعهم ولاو نجوم من خلال ما نقولوش من خلال ليميسيون ديالك مي من بعد ولاو نجوم يعني انت ان ارتيست لي كي تشوفي تقولي تيان لا غير شوي فريمون فيير باسكو هذا كي بدا معايا في ليميسيون تاعي اللي بداو ما نقدرش نقول لك كاينين بزاف كاينين بزاف اللي نعرفهم ويعرفوني ما نقدرش بريفير ما نقول حتى واحد باش واحد ما يزعف واحد ما يزعف مي كاينين بزاف اللي كي نشوفهم هكذاك طلعوا فرانشمون تحسي بلي مديت اضافه في عالم الموسيقى ثاني مديت اضافه تفتح لهم بيبان لانه سورتو كي تكون في البدايه هي البدايه هي واعره كل شيء مم حنا كمنشطين يعني كمقدمي برامج في الاذاعه ولا في التلفزيون البدايه هي اللي واعره كفنان تفتح له الباب وتقول له ارواح تجوز شحال من واحد يقول لك صح نقدر نجوز باسكو هما يشوفوك حاجه واحده اخرى مي كي لحقوا لا راديو كيشوفوا كيفاش عامله الحال يعجبهم الحال بصح كاع الحاجه اللي لازم نشهدوا لها حنا ثاني مشاهدينا الكرام هي زميل ثاني الى مئات مسعود القلب ديالها كبير يعني فريمون القلب ديالها كبير وبيبانها ولا البيبان تاع الحصه ديالك ثاني هنا خير ملي كانوا دائما مفتوحين لي جون وجي ايماجين كي راح يبقاو دائما مفتوحين ثاني لي جون وكاين حصه اخرى ثاني للشباب اللي هي اسمها نجوم الغد فوالا اللي ثاني للشباب لكل من حب يدني جوز في الاذاعه الوطنيه ما عليه غير يبعث لنا سير فيسبوك فوالا اللي هو نجوم الغد او هنا خير من هنا فوالا ولا حنا خير من هنا يعطيك الصحه رامي حنا لحقنا لنهايه تاع البرنامج ديالنا نقولوا رامي فيا اللي كان حاضر معنا في هذه الامسيه نقول لك يعطيك الصحه بالتوفيق ثاني ميرسي بوك وشنو بالك لو ميساج اللي حبيت تجوزوا لي فان تاعك ولا الجمهور تاعك ما شاء الله بيبليك حراره يا خو نقول لهم يعطيهم الصحه يعطيك الصحه رامي ميرسي بوك تفضل باش تقدم لنا الاغنيه الختاميه رامي تفضل معنا نشكروا ثاني عبد الله بن يوسف اللي كان حاضر معنا في هذه الامسيه بطل كبير في الدرجات الهوائيه في سيكليزم عبد الله اللي في عمره 29 سنه ارواحي في بلاصتي لامي هاي ولا غير تجي ديري الموتفا والله غير تجي حلفت لك حلفت لك شنو تجي ديري الموتفا في بلاصتي لا لا ما باليش هاي تفضلي لامي تفضلي روحي هاي سي لوكازيو عطونا تحيه كبيره لامي هاي حبيت برك نسقسيه عندي سؤال برك نسقسيه اللي هو بدلت بلاصه فوالا لو سبورتيف اسكو تمارس رياضه بالموسيقى لا ما تعاونكش بالك الموسيقى ما تقدر يقول ما تعاونناش ماشي حنا ديجا الغونريمون تاعنا في الطريق ريسك وندير الموسيقى من بعد حبيتي تخدينا في الطفل هذه هي عاد باش نقول لك حبيتي بالفيلو ودير هذيك تماني يكون كومبيتيسيون كي توجد بريباراسيون فيزيك عندك توجد لو كور تاعك توجدو باش كاين اونطريني في الدار ولا صح كاين اونطريني في الدار عندنا حنا كي تكون الشتاء ولا تكون من داك اونطريني بكوتي ديال شي نزيد اونطريني في الدار عندنا رولو تاك موتور طلع فوق بالفيلو
ندير الموسيقى صح. عزيزي صح. المخرج حبيت بك نقول لك بلي ماشي انا راه فوتها هي بس كان قبيل كنت حندير الموت فان هي ما حبيتش تكمل الحصه حبت تكمل ثاني. مازال كملوا الحصه يبقى اخر كلمه نخلوها ليوسف يحيى. تحيه ليه يوسف يحيى نقول لك الكلمه الاخيره لي فوالا. يعطيك الصحه يعطيكم الصحه ثاني انتوما مشاهدينا الكرام اللي كنتوا حاضرين معنا في هاد العشيه. نشكر ثاني بلال وبيتشيتشي. بلال يعطيك الصحه. بلال هاي بيتشيتشي قلنا كلمه اخيره للجمهور. نتلاقى لا سينا تخوش ان شاء الله. الا كنت عرسو. الا لميا زميلتنا لميا تمسعود كنا سعداء جدا بالحضور ديالك النهار اليوم. نخلوك انت ديري المود فان باسكو انت راكي اعلاميه ثاني راكي صحفيه وراكي ولفناك ثاني في قناه التلفزيون الجزائري. انا نصينا دابور راني فيار وقول لهم بقاو على خير. اي قول لكم تهلاو في روحتكم تلاقاو في عدد اخر ان شاء الله. قعدوا اوفياء لبرامج التلفزيون الجزائري ونكملوا الحصه بالموسيقى مع رامي فيار. برافو. Yeah.